هاي يا بنات، فيديو جديد من دردشة بنات. والنهارده هنتكلم ازاي تستمتعي بحياتك لوحدك. ليه انا محتاجة اتعلم او امارس ازاي استمتع بحياتي لوحدي، وايه اهميتها، وايه ميزة الصفة دي، وهتفيدني في ايه، وازاي نعملها لو مش بنعرف نستمتع بحياتنا لوحدنا. يعني لو انت من الشخصيات اللي ما بتعرفش تسافر لوحدها، اصلا ما بستمتعش لما بسافر لوحدي، انا ما بعرفش اكل غير لما يكون حد بياكل معايا، انا ما بعرفش اروح المكان الفلاني الا لما يكون حد معايا عشان اعرف استمتع، انا ما بعرفش اعمل شوبينج، ما بعرفش اروح المول، ما بعرفش اجيب لنفسي حاجه غير لما يكون حد معايا عشان اقدر استمتع بوقتي في الحاجه دي. ليه انت محتاجه تتعلمي تستمتعي بحياتك لوحدك؟ حتى لو انت ما بتعرفيش، انت محتاجه ان انت تتمرني على الصفه دي، لان الصفه دي في نفس اهميه صفه البنت اللي عندها حريه ماديه او ان هي تقدر تصرف على نفسها مش محتاجه حد يصرف عليها، او البنت اللي هي شخصيتها قويه، لانها دي تعتبر صفه من صفات القوه في البنت اللي بتخليها تحس بالاستقلاليه والاعتماديه على نفسها. لما بيكون معاكي فلوس في البنك تقدري تجيبي لنفسك كل حاجه نفسك فيها، او يكون عندك البيزنس او الشغل الخاص بيكي اللي بيصرف عليك ويجيب لك كل حاجه نفسك فيها، ان انت برضو تتعلمي ازاي تستمتعي بنفسك او تستمتعي بحياتك لوحدك، دي حاجه لازم تكتسبيها او تتعلميها او تمارسيها فعلا في حياتك اليوميه. طيب ليه انا محتاجه اتعلم او محتاجه ان انا اعرف ازاي استمتع بحياتي لوحدي؟ الصفه دي في نفس اهميه صفه الحريه الماديه. يعني انت لو شخصيه بتعرفي تطلعي فلوس لنفسك، او عندك حسابك في البنك، او بتشتغلي، او عندك البيزنس الخاص بيك اللي بيجيب لك الدخل المادي كل شهر، فده بيخليكي مستقله ماديه وحاسه بالثقه وان انت مش محتاجه حد في حياتك. برضو ان انت تتعلمي وتعرفي ازاي تستمتعي بحياتك لوحدك، حتى لو انت وحيده ما فيش حد حواليكي، او حتى لو في ناس حواليكي كتير وعيله واسره، محتاجه من وقت للتاني تفصلي عن الناس او عن الزمايل او عن الاقارب، وتتعلمي نفسك ازاي تستمتعي بكل حاجه تعمليها لوحدك. الصفة دي تعتبر من أهم وأقوى الصفات في البنت. فلو مش عندك الصفة دي، يلا بينا نتابع فيديو النهاردة عشان تكتسبيها وتتعلميها وتتعرفي ازاي تستمتعي بحياتك لوحدك. تخيلي كده، انت لو مرتبطة بناس والناس دي اختفت، وانت شخصية ما بتعرفش تستمتع بحياتها لوحدها، فانت كده حياتك اتدمرت وتأثرت بالفقدان الناس او العوامل اللي انت معتادة وجودها في حياتك. انت محتاجه تتخلصي من الصفه دي، لان الصفه دي هتضرك. انت محتاجه تتعلمي من وقت للتاني ازاي تفصلي عن اللي حواليكي وتروحي تستمتعي بوقتك لوحدك. طيب اعمل ايه لو انا من الشخصيات اللي ما بعرفش، او معتمده من وانا صغيره ان انا دايما مع ماما، رايحه جايه مع ماما، بروح اي مشوار، باجي من اي مشوار مع اصحابي، مع قرايبي، متعلقه بعيلتي؟ حلو الكلام ده، بس انت محتاجه تبداي تعملي تمارين كل يوم ازاي تنفصلي عن الارتباط بشخص او بحد او بعيله او بحاجه حتى. فانت كل يوم كده خصصي جزء من يومك اسمه مي تايم، الوقت ده الخاص بي. روحي حطي الهيدفون، اتمشي في الشارع نص ساعه تعادي، حاولي في النص ساعه دي تستغليها ان انت تسمعي اوديو بوك، تستمتعي بوقتك وتتكلمي مع نفسك وانت ماشي. يعني انا من الاشخاص اللي بحب جدا اسمع الاوديو بوكس يا جماعه، بتفيدني جدا جدا جدا. فانت لازم تدعبسي وتستكشفي ايه هي نوعيه الكتب السمعيه اللي انت بتحبيها، ايه المجالات اللي انت بتحبيها وبتهتمي بيها، نزليها اعملي لها داونلود وروحي تمشي شويه، لان المشي من اكبر الصفات الجميله جدا اللي بتصفي الذهن وبتحسن من الحاله النفسيه، وبتخليكي كده تعمل ريونيون مع نفسك، ان انت تقعدي تتكلمي مع نفسك جوه نفسك، بيبقى وقت كده خاص بيكي انت ما بينك وما بين نفسك. فحطي الكتب السمعيه دي، حطي الهيدفون، انزلي تمشي، اقعدي تكلمي مع نفسك، اقعدي اسالي نفسك هل انا مستمتعه وانا ماشيه لوحدي؟ هل انا حاسه ان يعني كل يوم بستنى الوقت ده عشان اعمل مي تايم؟ مي تايم ممكن يكون حتى نايت روتين انت بتعمليه قبل ما تنامي، بتقعدي مع نفسك في اوضتك، تقفلي اوضتك، تعملي الاضاءه الخافته، تشربي الشاي الاعشاب بتاعك، وتقعدي تسمعي نفسك كده موسيقى هاديه، تقعدي تتكلمي مع نفسك، تقعدي تكتبي كل افكارك، ده اسمه وقت خاص بيك، مفيش حد مسموح له يخترق الوقت ده. الاهم ان انت لازم تتعلمي ازاي تبقي مبسوطه وتستمتعي بالوقت ده وانت بتمارسيه لوحدك. يعني ما تقوليش النهارده هعمل اكسبشن فلان فلاني يجي يقعد معايا، لا،
احنا دلوقتي بندرب نفسنا ازاي نتعلم ان احنا نعيش لوحدنا او نستمتع بحاجات حوالينا لوحدنا. اليوم طبيعي ان انت هتقابلي ناس، هتقابلي اصدقاء، هتقابلي عيلة، بس قلنا لازم من اخر اليوم كده او في نص اليوم او في اول اليوم حتى اختاري الوقت اللي يناسبك، لازم تعتزلي فيه مع نفسك وتعيشي كده في الكينونة بتاعتك او البابل بتاعتك. صدقيني الصفة دي انت لو اتعلمتيها واكتسبتيها هتفيدك كتير جدا، خاصة في المستقبل لما كل واحد من اخواتك او من عيلتك ينشغل بحياته ويبقى مشغول باسرته وعيلته وتكوني انت الوحيدة كده عايشة حياتك، هتحسي ان انت نفسيا متأثرة. فانت لازم تأهلي نفسك من دلوقتي ان انت ازاي تستمتعي بوقتك لوحدك، لان الصفة دي من اقوى الصفات الانثى، اقوى صفات البنت القوية اللي تقدر تعتمد على نفسها وتحقق نفسها. يعني ما بتبقيش مستنية من حد حاجة، انت كافية نفسك بنفسك، انت كفاية. اول حاجة محتاجة تعمليها ان انت تركزي على نفسك، اكتشفي، اقعدي كده اكتبي ايه مواهبك. بتحبي التلوين؟ بتحبي الشخبطة؟ بتحبي تسمعي موسيقى؟ بتحبي ترقصي؟ بتحبي تسمعي كتب سمعية؟ بتحبي تلوني؟ بتحبي الموسيقى؟ بتحبي تعزفي؟ بتحبي تعملي تريكو؟ فاستغلي الحاجة اللي انت بتعرفي تعمليها كموهبة وبقالها فترة كتيرة جدا انت ما بدأتيش، يعني بقالك فترة مش عملتي او مارستي الهواية دي، لان احنا في الحياة اليومية مشغولين وبنجري دراسة وشغل ودايما عندنا اولويه ان احنا ندي للشغل والدراسه والاشخاص اللي حوالينا قبل ما بندي نفسنا. فالنهارده انا جاي اقول لك ان الوقت اللي انت بتقضيه مع نفسك ده لازم تحطيه في الاولويه، لان هتنمي عندك صفه قويه ان انت ما تكونيش محتاجه لحد، ومش اي حد هيقدر يعني غيابه في حياتك هياثر فيكي. وبالنسبه دي حاجه مهمه جدا ان انت لازم تتعلميها. فهنبتدي واحدة واحدة كده مع نفسنا ازاي نتعلم ازاي نستمتع بوقتنا لوحدنا. اول حاجة نبتدي في الدائرة الصغيرة، لو انت شخصية فعلا متعلقة بحد قوي، حتى لو صديقك، خطيبك، جوزك، عايزين برضو نبتدي في الموضوع ده، ان مهم جدا ان انت تفهمي لو انت مرتبطة بالشخص ده، بشخص معين، لازم تفهميه ان انت ليكي وقت خاص بيكي وان لازم يحترم ولازم يكون محدش يخترق الوقت ده. صدقيني دي صفة قوية جدا 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 في اي بنت مرتبطة بالذات، لانها هتفهم الشخص التاني ان انت شخصية استقلالية، ان انت كافية نفسك بنفسك، ان انت اصلا مش محتاجة حد، اي حد بيجي في حياتك ده اضافة جميلة، بس اي حد هيجي يخرب حياتك باي باي، انا بقدر استمتع بحياتي لوحدي مش محتاجة حد. فمن وقت للتاني كده خدي وقت لنفسك، خصصيه، اقعدي مع نفسك، اعملي الحاجات اللي انت بتعمليها بتحبي تعمليها، الهوايات اللي بقالها زمان ما مارستيهاش مارسيها، لوني، شخبطي، ارسمي، اعزفي موسيقى، اسمعي موسيقى، اكتبي اي حاجه انت بتحبيها، اعمليها في وقت خاص كده مع نفسك. حتى من وقت للتاني اتعلمي ان انت تروحي تعملي شوبينج لوحدك، مش لازم تستني راي كل حد في الحته اللي انت او القطعه اللي انت رايحه تشتريها. انت خلي عندك ثقه بنفسك، انا اقدر اشتري نفسي الحاجة اللي انا بحبها، مش محتاجة رأي حد. روحي اعزمي نفسك على غدوة حلوة كده، روحي تمشي واشربي العصير الفريش بتاعك. مش عايزين بقى ناخد الكلام اللي احنا نروح ناكل بقى حاجات جانك وكده، احنا بنتكلم في لايف ستايل صحي عقلاني قبل ما يكون جسدي. يعني انا من الاشخاص اللي بهتم بالمنتال هيلث اكتر بكتير من الفيزيكال هيلث او الصحة الجسدية. فان انت تمرسي عقلك على عادات صحية دي اهم، او قبل ان انت تمرني جسمك على الرياضة والفتنس. فمن فترة للتانية كده اقعدي اعملي الحاجات اللي انت بتحبيها، سافري سفرية كده صغيرة لوحدك لو انت بتخافي تسافري لوحدك، جربي كده يوم، سافري يوم رحلة لوحدك مع ناس ما تعرفهمش، هتلاقيكي راجعة من الرحلة دي متعرف على ناس جديدة، بتختاري بقى ناس جديدة في حياتك، الناس دي بتضيف لك اضافات حلوة في حياتك، وفي ناس بتحسيها مش حلوة فبتبعديها عن حياتك، وده في حد ذاته درس انت بتتعلميه. بعد كده ما تزودي المدة، روحي رحلة يومين ثلاثة أربعة، اتعلمي تستمتعي بكل حاجة لوحدك قبل ما تتعلمي تستمتعيها مع ناس حواليكي. بعد كده لو انت قادرة ان انت تسافري سفرية بعيد لوحدك، صدقيني من احلى الحاجات اللي انا عملتها في حياتي ان بدأت، كنت بدأت اسافر لوحدي
من غير حتى ان انا عارفه ان في ناس في المكان ده انا هعرفهم مش هعرفهم، كنت بخطط ان انا اطلع رحله اطلعها واتعرف على ناس واعمل صداقات. ومن اكتر الناس المقربين ليا دلوقتي او عارفيني اكتر او معايا كلام معاهم اكتر الناس اللي بتعرف عليهم في الرحلات، لان فعلا بتقابلي الناس اللي قريبه من عقلك في الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها. يعني انت بتحبي السفر والرحلات، هتتعرفي على ناس بتحب السفر والرحلات، فهتحسي ان انتوا المايند سيت بتاعتكم متشابهه. لو بتحبي تروحي رياضه وبتحبي تروحي يوجا كلاسز او بتحبي تروحي جيم، هتتقابلي مع ناس نفس المينتاليتي بتاعتك اللي هي بتحب الرياضه والفيتنس، وهيشجعوكي ان انت تكملي في الحاجه دي. من الحاجات دايما اللي بشجع عليها البنات لو هي مثلا مش قادره تسافر او ما عندهاش الاوبشن ان هي تسافر، اتاملي، اقعدي كده في اوضتك لوحدك، اقفلي باب اوضتك، حطي اضاءه خافته، اقعدي حطي شموع واقعدي كده غمضي عينيكي تاملي، واقعدي اتكلمي مع نفسك، فكري انت عايزه ايه، عايزه تحققي من نفسك ايه، هل انت مبسوطه بحياتك فعلا ولا انت محتاجه تغيري فيها حاجات او تعملي لها اعاده تنظيم. الوقت ده هيفيدك جدا، ان هيخليك تبصي او يخلي عندك فيجن للمستقبل تساعدك ان هي لو في حاجات انت حطاها في طريقك بعد كده هتقولي لا الحاجات دي مش مهمة فتتفاديها، بتعملي فلتريشن، بتفلتري حياتك، بتقعدي كده. التأمل ده يا جماعة حاجة جميلة جدا، بيصفي الذهن والعقل وبيهدي الروح. ودايما بشجع ان انت تعمليه اول ما تصحي من النوم او حتى قبل ما تنامي او حتى في نص اليوم. انا من الاشخاص اللي بعمل تأمل 3 مرات في اليوم، حتى لو 3-4 دقايق اول ما بصحى من النوم، وفي نص اليوم كده بعمل تأمل خفيف اللي هو اليوجا نيدرا، او اليوجا نيدرا تعتبر يعني اليوجيك سليب، نوم خفيف، بس انا بقعد افكر كده او برتب يومي، وكمان بشحن جسمي في الفترة دي، خاصة ان انا بصحى بدري جدا، فبحتاج في نص اليوم كده اخد فترة اغمض فيها عيوني وارتاح. وقبل ما انام برضو بيساعد كده وبيرخي الجسم وبيهدي الافكار، وخاصة العقل، خاصة الاشخاص اللي هي بتفكر كتير زيي، محتاجة تعمل تأمل او تهدي عقلها قبل ما تنام، اللي انت بتأهلي عقلك لانه من هو خلاص احنا وصلنا لليل مفيش حاجة هنعملها، احنا بنسترخي، بنعمل شوت داون كده للمخ. هو طبعا العقل اللاواعي بيبقى شغال طول ما انت نايمة، فلازم تتأملي او محتاجة ان انت تتأملي وتقعدي تعبي مخك افكار حلوة، افكار ومخيلات جميلة. اقعدي فكري في مستقبلك، اقعدي فكري في الاحلام اللي نفسك تحققيها. الوقت ده وقتك الخاص بتاعك، فما تخليش حد يختارك الوقت ده ويضايقك فيه او يحسسك ان انت مش هتقدري تعملي الحاجة دي من غيره. صدقوني يا بنات الصفة دي صفة قوية جدا، حاولي اتعلميها او تكتسبيها. او بصوا يعني لو انتوا فعلا بتعانوا ومش عارفين تكتسبوا الصفة دي اكتبوا لي في الكومنتات، او لو حابين تحجزوا معايا كول هتلاقوا انا سايبه لينك على الانستجرام، تقدروا نعمل فيديو كول مع بعض نتكلم في البوينت دي. لو انت فعلا من الاشخاص اللي هي معتمدة على اللي حواليها قوي، مش بتعرف تعمل اي حاجة من غير اي حد، نعمل كول مع بعض ونقعد نحدد افكارك ونحدد دنيتك ورتب دنيتك، وهتلاقي اللينك انا سايبه لكم على الانستجرام، تقدروا تحجزوا سيشن معايا. وبالنسبة لتجربتي الشخصية، انا من الاشخاص اللي من زمان اتعلمت ان انا استمتع بحياتي لوحدي قبل ما استمتع بحياتي مع الاصدقاء والقرايب. اي نعم من فترة للتانية هتحتاجي ناس حواليك، هتحتاجي اقارب، ده حاجة طبيعية، بس اللي مش طبيعي ان انت تكوني ما بتعرفيش تستمتعي بحياتك لوحدك. روحي اعزمي نفسك على غدوة، روحي اتمشي في المول لوحدك، روحي اعملي شوبينج لوحدك، روحي جيبي طلبات البيت لوحدك. خليكي شخصية قوية واعتمادية على نفسك، ما تعتمديش على حد. يبقى اي حد يجي في حياتك يبقى هو عارف ان هو اضافة، ولازم يكون اضافة جميلة، عشان لو هو مش اضافة جميلة باي باي، مش عايزينك في حياتنا. ولو انت من الاشخاص اللي ما عندكيش اوضه النوم الخاصه بيكي، روحي اي جنينه حواليكي، روحي تمشي على الكورنيش، روحي على اي حته فيها طبيعه جميله، واقعدي كده مع نفسك، افرشي حاجه على الارض واقعدي تاملي. انا يعني التامل احسن حاجه ان انت تكوني قريبه من الارض، لو في جنينه، لو في اي حاجه، حاولي تحطي مفرش بسيط كده، قطن تقعدي عليه، تلمسي او تحسي بالطبيعه حواليكي وتحسي ملمس الارض حواليكي تحت رجليكي. انا من الاشخاص اللي بحب
من فتره للتانيه امشي حافيه كده على الرمل وعلى الطينه وعلى التراب، بحس كده باحساس جميل، لان احنا دايما منعزلين عن الطبيعه بالسيراميك والحياه المودرن. فحلو قوي ان انت من فتره للتانيه كده تروحي تندمجي مع الطبيعه وتعملي تامل في الطبيعه وتقعدي تفكري مع نفسك جوه نفسك كده، تقعدي تغمضي عينيكي وتفكري انا عايزه اعمل ايه واهدافي ايه واحقق ايه وانا ماشيه صح على الطريق الصح، ولا انا محتاجه في حاجات اشيلها وفي حاجات احطها في حياتي، في حاجات محتاجه اتعلمها، في حاجات محتاجه ان انا الغيها من حياتي وهكذا. وعرفي ان الصفه دي هتفيدك جدا بعد الارتباط او بعد الزواج، ان لان انت لو من الاشخاص اللي هي اعتماديه على حد قبل الجواز هتلاقي الزوج حد تعتمدي عليه او ترمي كل عليه حمولك، فهيحس بالزهق ويحس ان انت تقيل عليه. فلازم ان انت تتعلمي الصفه دي حتى من قبل ما تتجوزي او ترتبطي، لان بعد الزواج او الارتباط هتفيدك كتير جدا، هيحسس جوزك ان انت شخصيه حتى لو هو مسافر او غايب تقدري تعملي كل حاجه لوحدك، مش هتبقي متنكده على نفسك، مش هتبقي متضايقه، هيعرف ان انت شخصيه استقلاليه قويه. هو وجوده في حياتك لازم يكون حاجه حلوه مش حاجه وحشه، لان لو هو حاجه وحشه هنقوله باي باي، وانت هتقدري تبقي عايشة مبسوطة من بعدي قوية وبتقدر تستمتعي بحياتك، بتقدر تستمتعي بأكلتك لوحدك، تقدر تستمتعي بمشيتك أو فسحتك لوحدك، سفرتك لوحدك، فلوسك، كل حاجة تقدري تعمليها لوحدك، وان انتي ليك الكينونة بتاعتك دي في حد ذاتها صفة قوية جدا، بتفهم الشخص اللي انتي مرتبطة بيه ان انتي شخصية استقلالية قوية مش محتاجة حد في حياتك. وهقولها تاني، لو في ان هو وجوده في حياتك اضافة، لازم تكون اضافة حلوة، لان لو مش اضافة حلوة احنا كافيين نفسنا ومش محتاجين حد يجي يضايقنا او ينكد علينا، لان احنا وصلنا لمرحلة ان احنا مكتفيين نفسنا ماديا، مكتفيين بنفسيا ذاتيا وفكريا وعقليا وشهادتك وكل حاجة. يعني انت من ساعة ما تبقي شخصية ناضجة كبيرة فاهمة، اتعلمي ان انت تستقلي بنفسك في جميع الاشكال، سواء ماديا سواء فكريا. هتلاقي اللي حواليكي دايما بيدوكي نصايح، اسمعي كل النصايح، فلتري وخدي اللي يناسبك وارمي اللي ما يناسبكيش. هتكبري هتلاقي في عادات وتقاليد بتتفرض عليكي، خدي اللي يناسبك او اللي انت شايفاه حاجه حلوه، واللي يضرك ايه ولا كانك شايفاه، لان العادات والتقاليد دي يا جماعه بتختلف مع اختلاف الزمن. انا من وانا صغيره كان في عادات وتقاليد دلوقتي بقت عاديه، كانت هي عيب زمان او غلط او مش حلوه او مش شيك، دلوقتي بقت عاديه جدا وكله بيعملها. فما تضيعيش في جيل، ما تضيعيش في عاده، ما تضيعيش في تقاليد بتتغير مع الزمن. فتكوني مستقله بافكارك، تكوني مستقله بمادياتك، وتكوني مستقله بشخصيتك، ليكي ارائك، ليكي تفكيرك، محدش يغير لك ارائك او يشككك في نفسك. تكوني مستقلية حتى بروحك، ان انتي شخصية بتعرفي تقعدي وتعيشي وتستمتعي بوقتك لوحدك. هتلاقي ان دي يعني صفة يعني كله بيتمنى ان هو يبقى زيك، لما يشوفك ان انتي قاعدة كده او بتحبي تنفصلي من فترة للتانية كده مع نفسك، تفصلي مع نفسك، دي هتلاقي كل الناس أو واو انا نفسي اكون زيها. لما تكلمي صحابك تقولهم انا رحت عزمت نفسي على غدوة وتمشيت في المول واستمتعت بنفسي واستمتعت بوقتي، دي حاجة في ذات نفسها حاجة حلوة، هتلاقي كله بيقول واو انا نفسي ابقى كده زيك. فانتي لو ما عندكيش الصفة دي حاولي تشتغلي عليها تاتا تاتا لغاية ما تكبر فيكي وتبقى حاجة جزء من شخصيتك، لان دي صفة مهمة جدا في اي بنت. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو فعلا فاتكم وعجبكم ياريت تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة، وتشيروا لأصحابكم البنات عشان كلنا يعني نساعد بعض. وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتتابعوني على الانستجرام وتشوفوا الاستوريهات بتاعتي على الانستجرام، انا بنزل استوريهات كل يوم عن لايف ستايل حياة صحية، وازاي اليوجا غيرت لي مجرى حياتي، وازاي خلتني اهدى واروق، وازاي نمت تفكيري، واللايف ستايل بتاعي بصفة عامة الصحي دايما بنزله على الانستجرام. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، ولو حابين تحجزوا معايا كول نعمل فيديو كول، لو انت من الاشخاص اللي ما بتعرفش تاخد رايي تاخد قرار او تاخد راي او حاسه ان هي متذبذبه في حياتها او كده، هتلاقي سايبالك لينك على الانستجرام تقدري تحجزي معايا فيديو كول،
نتكلم مع بعض وندردش ونحط لك خطه لحياتك على حسب الكلام اللي انت هتقوله لي، نعمل خطه خاصه بيكي تطلعك لفوق وتنميكي وتنمي مهاراتك وتنمي شخصيتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد.